انا راني مصاوب القناه مطلعه وهادي وهادي حتى الغد اللي لقيت القناه ديالي تشفرات. كان عندي امل بزاف والامل في الله سبحانه وتعالى. صافي انا فقدت الامل منين تضربت. انا تبت وتبت لله عز وجل، ما تبتش لبنادم، تبت لله توبه نصوحه. الضربه بقى ما براتش، بقى ما برات. انا عييت شاكون ما كانتش ضربتي بقى ما برات، والله تمشي نمارس الجنس ونمشي انا لديك البلايص وانا ميت لي راه تماك. فين غنولي انا الكبت وغنولي عصابات ومني غاديين بيا تال تيطمن لي شنو بغيتو ما يتكرفصوا عليا. السلام عليكم، معكم عهد او عبد العالي الرحاوي، مثلي الملقب بعهد، من مدينة الدار البيضاء، العمر 27 سنة. اليوم جيت نفتتح معكم واحد الموضوع، انني درت القناة وتشفرات. ما عرفتش شكون يشفر عليا، ما عرفتش. هي نورمال ممكن نعرف واحد الميتلي، تا هو واحد الميتلي سميتو امين، والتشارك جا عندي ديجا كان فاتح قناه عنده، قال لي انا راني مصاوب القناه مطلعه وهادي وهادي. حتى الغد اللي لقيت القناه ديالي تشفرات، لقيت القناه ديالي مشفوره، جبدنا الصداع وتنقير، بدينا كنتجاحدوا انا وياه، لقيت القناه ديالي مشفوره. وعلاش هو بنادم ما خدامش على القناه وبنادم انا ينتحل شخصيتي؟ لا، اللي غيدير قناه يديرها بسميتو، ما يديرش بسميت عبد العالي الريحاوي. تكنيتي ما كاتبهاش مزيان، ضربت على تمارو في الاخر مشات. كان عندي امل بزاف والامل في الله سبحانه وتعالى. صافي انا فقدت الامل منين تضربت في بزاف الحوايج، فقدت الامل. انا تبت وتبت لله عز وجل، ما تبتش لبنادم، تبت لله توبه نصوحه، وما لقيتش يد المساعده وما لقيت حتى شي حاجه. شنو بغيتي شنو رجع وراه ساهل عليا، راه لبس حوايج، راه عندي صحاباتي بزاف يعطيوني الحوايج، راه لا تعطيك زوات عطاك هادي غتصاوب شعر غدير بزاف الحوايج. انا راه عييت، انا راه مليت من هاد الحياه اليوميه باش نخدم، باش انا نحس براسي عاطل العين. انا ما عاطل حتى شي حاجه دابا، انا انسان عاطل. باش انا حتى انا كنعس غا في الزنقه وبنادم باغيني نطلع، باش انا كنعس غا في الزنقه بحال ولي البارح داوني حتى الفيلا دروم، وفيلا دروم من فيلا دروم داوني حتى لشيط من الليل وحاطيني حدا البلاكة 120، يلا جاي من تيط من الليل على رجلي على رجليا تجات البلاكه 120 وركبت فيها. اش من حياه هذه؟ حياه البنادم. انا راه ماشي مثلي، انا ما كنحسش براسي مثلي. انا ملي وليت كندير هاد المغامرات وكنمشي للبلايص الفيلا دروم، الفيلا دروم فيها المسطين ومتشردين ومتسولين، ونمشي انا لديك البلايص وانا مثلي راه تماك. فين غنولي انا الكبت وغنولي عصابات ومني غاديين بيا تيط من الليل شنو بغيتو ما يتكرفصوا عليا؟ يعني فين هي حقوق الانسان؟ فين هي الدوله؟ فين هي الجمعيات؟ واش كان معصوف الزنقه لي انا اللي كذبنا يجي يشوفنا حدا بوست البوليس؟ يلا اللي غيكذبنا يجي يشوفنا حدا بوست البوليس. ما كاينش غا انا، راه كاينين كثر من عهد، كاينين عيالات، كاينين امهات عزيبات، كاينين رجال مزوجين وما عندهمش مسكن، كاينين العيالات اللي مسكينه مجري على مول الكره. راه ماشي انايا، راه بزاف الحالات. داوني جاو عندي مع 7 الصباح فيقوني من عاس، نوض فلان الشاف قلت لي راه ما ديني داوني البوليس ديال السياحه، الشاف راه غديني غيطلقوني. قال لي تزي طلعني قطويت مانطي طلعني داني الفيلا درام، الفيلا درام داوني طيح من الليل. وانا مال اخويا انا سعدي في العذاب؟ راه الشي حمزه اخويا الضربه كي دايره، الضربه بقى ما براتش. انا عييت شاكون ما كانتش ضربتي بقى ما برات، والله تمشي نمارس الجنس قسما برب الكعبه. كون مارس الجنس ما تسوق لشي واحد، راه نمشي نبيع لحمي وغنعيش وغنجمع فلوس رمضان وغنعيش كيف ما بغيت. باش انا غنبقى عييت المثليه، وراه ماشي المشاكل اللي كيخليوك، راه بزاف، راه انحطاطات. انت كتشوف راسك تبتي بصح حمزه، وكتعرفني انني تبت ماشي كنتفله.
راه ماشي راه تشبشب بصح هاك يجيو عندي شي صحافيين تيقولوا لي رجع البس حوايجك مالك البس حوايجك وافتح لايفات وبقى تضحك انت عقول وضحك ولكن انا مالي نبقى انا بنادم يستغني معاد ولا حديث ساعه مش انا كل الناس كنسمع هذه تخلصت هذه دارت قناه خدمت عليها هذه دارت قناه حركه الروتين اليومي هذه دار هذا فعلت انا راه كنحس براسي عيت حمزه والله عيت عيت ما عرفتش واش سمحتها في القناه ما عرفتش انا مثلي غيجي يخدم لك على القناه ديالك وغيديها لك علاش ما بيني وبينه حتى شي حاجه هذاك انسان مخلويض خلوض ما بين واحد السيده وراجلها خلوض ما بين واحد المثلين انا خويا عييت من المشاكل تفاديت كاع كنتفادى اي باب كيجيني منه المشاكل كنهضر اول ما فتحت لايف كنت غنفتحت اللايف كنت غنهضر على قصتي من ا تال زد انني كيفاش تتكرفصوا عليا وشكون وكذا 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 هذه القناه في الاخر كنت غنبدا نخرج نوري لهم المعره كي دايرين كيفاش كيعيشوا الحياه اليوميه الناس ندير دي فيديو ندير افلام قصيره نبين لهم افلام تسرد الواقع نقرب الناس من الواقع المغربي وعادي راه نعس في الزنقه ملا يلا عندنا 7 سنين دابا وانا كنعس في الزنقه ملا دابا يلا نقول طز انا راه نعس في الزنقه من بكري تبوريت صافي تهديت انا انسان وليت مهدود صافي طلعت لي الدنيا في راسي على المجتمع ويلي هذا ولي كيدوس كيقول لي تيدوس تيقول لي تيقول لي ويلي هذا ولي بان شوف تيفي ويلي هذا ولي دار ويلي هذا ولي فعل هذا ويلي هذا ولي ترك ويلي هذا ولي دار وانا عييت خويا انا ما كنفكر ندير والو كنشوف رمضان كريم جاي وكنتحسر كنتحسر بزاف حمزه خويا رمضان جاي وانا نعس في الزنقه انا ما كرهتش شي جمعيه تديني تيدوز تندوز رمضان صافي راه عييت وراكين الطعام هذيك في مائده الافطار كل عام كنا كنفطروا في مائده الافطار ونطلبوا من الله يغفر لينا دار شهر التوبه والغفران ماشي ايوا الحق دا واش كنقول لك انا بوليس ديني حاطيني من ديني الفيلا دروم الفيلا دروم ديني تيطمن ليش البلا حدا البلا 120 هذا شنو انا ما لقيتش باش ناكل على الخلعه ما عنديش حمزه راه ما بقاتش عندي الدرهم راه كندور كنتجلى بعد ما ندخل القهاوي نطلب دوك الدريات صحابي اللي كنت كنعرف يدوروا معايا كيقولوا لي رد عقلك عهد رجع قول هذا مش طرازين ما تخليش المرض ياثر عليك ما تخليش الضربه تاثر عليك ما تخليش هذه دير لك عهد لا عندك تسطح ولي شي بحال غادي تسطح عهد لا عهد كنا ما كنشوفوك اكثر من كنا كنشوفوك كتضحك ولي شي انسان حاقود كئيب بحال دخل شي راه بزاف اخويا خدمت في الصالون عشي صالون هي خدمت قبل ما نتضرب خدمت في الصالون كنعيش بالتسول كنجقر كنمشي حدا صحاب الشاورما في المدينه كنشوف حدا دايزه كتعيط ليا عاد كتدور معايا كنمشي عند الدريات القهاوي نمشي الكباريات الناس اللي كيعرفوني هما اللي كيتعاونوا معايا ما عرفتش ربي كيبيتها في الشان وكيبصبحها في الشان ما عرفتش المؤمن مصاب مادام كتكون عندك واحد القرابه من الله سبحانه وتعالى كتكون مصاب حيت ربي كيشوف في القلب ما كيشوفش في اللسان ولا العقل وكيشوف في القلب كاين شي مشكل يهرب من دار العرس كاين حتى شي مشكل يهرب من دار العرس كاين بقى شي واحد ما لاقاه فيما بغى عادي لا كثر درا قال لك ملي كتوب النمله عاد كيكثروا على المعنى ديال يعني ملي كيتوب منين تبت راه عاد ما دخل عندي بنادم الفيسبوك عاد من عندي كنلوح نمرتي باش الناس يتعاونوا معايا كيجوني غير الرجاله فين حنا انت انا لقيت نمرتك انا صديقك انا خصك شي حاجه نصيفطها لك دخل دير ابيل فيديو يدير حاشاك اللي صيفط لي دي شي حاجه ديالو اللي صيفط لي المسخ صافي راه كنريس نوجه القلوب الرحمه قلوب المغفره خوتي المغاربه خوتي العزاز الحنان شوفوا بفعهد او عبد العالي بولدكم بخوكم برحمه لا اله الا الله راه قبح الله الفقر انا ما بغيتش نرجع لهذيك الطريق ديال الحرام ولكن راه جات عندي واحد الصحفيه لان شفت واحد الفيديو لابس جلابيه وداكشي ولكن لابس جلابيه وداكشي راه ماشي حبا انني نلبس جلابه راه صحفيه جات عندي قلت لها اختي غندير قناه كاتفها مول الجلابه وهادي قالت لي خاصك تلبس جلابيه ولبست جلابيه وصورت اما انا راه تبت بصح انا ما بقيتش كنمارس الدعاره انا ما بقيتش كنبيع في لحمي كنت كنبيع لحمي راه باقي غنعيش راه ما نعيش لك حمزه ونقول لك انت اخويا راه تسافروا لي قناه وهادي غنبقى كيف ما كنت فهمتي يا حمزه خويا انا نعيت صافي اشترك الان في قناه اشواق تي في
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.